يعني طب مستمر فلوس العائلة. مش متعشي يومي اكلتي بيض. اسمحي لي بنيتك، كان خالتي مسامحة لانتيا. حسبي الله ونعم الوكيل فيا، حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما عنديش العقل، انا ما عنديش العقل. راه تيقولوا الطبيب لا ماشي انت اللي غتعطي، انا اللي غادي نعطي. اطباء وخايفين على صحة المواطنين من اطباء اللي هما صيادلة. واحد ما قاريش ما كيعرفش ليه من الزرواطة، ودرنا معاه حوارات كتبين الضعف، يعني الضعف ديالو لا في الثقافة العامة ولا في 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 الدين الإسلامي. ما حافظتي الحزب ما حتى شي حاجة، قال لك باغي يدير رقية وباغي يعطي الدواء للناس، كيصيد الدواء للناس. بعدا فيه الريحة، فيه الريحة. وكنعرفوا أن الرحم ديال المرأة والمهبل، يعني حتى هادوك لي ليكيد أو لي جيل أنتيم اللي كتوضى بهم المرأة، كيكونوا بي اش نوتر، خاليين من اي مواد ديال الكحول ولا الريحه، حيت منطقه حساسه حساسه. يعني الريحه، الريحه ديودورو، تيقول لك الطبيب وياك ان المراه تقيس بهذيك المنطقه على برا، فما بالك انك الوالده كتدخلي فيها واحد برودوي ريحته مع تعطى مع شنو داير، شنو داير هادشي؟ انت اللي عشتي معاه وعرفتي معاه عشرتي هاد اليومين. الاثنين هادشي ما كنتش كنشوفو شنو هو كيدير فيه. واش عنده مختبر؟ لا ما عندوش مختبر، هادشي انا ما كنشوفوش كيفاش حتى كيدير هادشي، ما كيخلينيش حداه كيفاش نشوفو انا. هذا سير المهنه. ما كيخلينيش حداه. شحال كيبيع البلا؟ اكثر، ما عنديش فكره على هادشي. ما عندكش فكره؟ واخا اذا غادي نبداو هاد الحوار. فاطمه الزهراء بنتي على سلامتك. الله يسلمك. جيتي لدويتك الحمد لله، جيتي لوليدك الحمد لله. انا ولدي عمري ما فرقتش امي، انت على راسي وعينيا. عمرني ما عاتبت امي، عمرني ما قلت شي كلمه ضد امي، عمر امي ما وداتني لشي شي طريق خايبه. وهذا السيد لعب ليا بدماغي ولا كيعطيني شي دواء اللي كنشمو، اللي ما بقيتش عارفه انا اشنا هو تنقول. واخا انتي دابا تنسولك، دابا انتي ديال الام ديالك حيد لي السواس، ما كنتي فين غادي؟ واش خاصك تطيحي شاد السواس؟ لا عندك ابو لا انا ما فيا لا جنو ولا والو، الحمد لله الله يرضى عليك. هاد الام ديالك اللي كانت كتخرجك تفسدني؟ لا هادشي كذوب. كانت كتقول لك جيبي الفلوس ديال الفساد؟ لا امي عمرها ما بغات لي هاد الطريق. واش انت اللي كنا درنا معاك حتى المحكمه؟ يا انا انت اللي شحميكي ودميكي ولا هي انا؟ هادي هي اللي كانت كتخرجك ما بغاكش تتزوجي، وكلكم كتفسدوا. اختك في السعوديه مشات فاسده، وداركم كلها عائله فاسده، ما كيسمعوا ما كيصلحوا. ما بغات لي غير الخير. هاد السيد كون عرفات فيه الرباح غادي تقول لي سير بنتي الله يكمل عليك، ولكن هاد السيد نصاب واستغني وبعدني على عائلتي وبعدني على ولدي. وانا الحمد لله كنخدم على ولدي بعرق كتافي الحمد لله، وعندي ورقيه ديال الخدمه والمهنه ديالي انا خيار. سولنا عليك بلا لاك فاطمه، سولنا عليك الدرب، وسولنا الجيران، وسولنا على الام ديالك. قال لك هاد الام صالحه، هاد الام كانت ضربت تماره في السرويات، هاد الام تكرفست عليكم، كيفاش عطاتك نفسك؟ ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعين الأعزاء الغاليين ديالي، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله يا ربي. خوتي خوتتي، ما تنسوناش من اللايكات ديالكم ومن البارتاج، باش دائما نفيدوا ونستفادوا من هاد المواضيع ديالنا. هاد الموضوع نتاع اليوم موضوع مهم، نتمنى تشوفوا الفيديو من الأول للأخير باش تفهموا الموضوع. كما شفتوا معايا خليت لكم المقطع في الاول اللي شفتوا معنا، موضوع خطير، موضوع صراحه خطير 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 جدا، نتاع هاد الرقاء، موضوع نتاع الراقي، يعني موضوع نتاع الراقي لبعض الناس والجهل نتاع الناس اللي ولاو كيتبعوا الرقاء ويخليوا الطب طبيب اللي قاري باك كما كنقولوا بلوس 10 باك بلوس 5 باك بلوس ما نعرف شنو، كنخليوه ونستنكروا النصائح ديالو وكنمشيو عند الرقاء اللي كيضحكوا علينا وكياكلوا لينا فلوسنا وكيعطيونا السموم وكيعطيونا دواء كما شفتوا على اللسان تاع الام تاع هاد البنت اللي داها الراقي، اللي قال لك قرب من الله، اللي قال لك الراقي اللي كيداوي الناس وكيعاونهم باش يتشافوا بالرقية بكلام الله بكلام القرآن. ما نعموش كلشي الرقاء، كنقولوا مثلا واحد على 60 او واحد على 80، لاني اكثرية الرقاء شفنا فيهم ايه هاد المصائب الكحلة
كما كتشوفوا هذا، شوفوا اللحيه ديالو قداش، والحج والصوم والصلاه والذكر الله قرايه القران، شوفوا شنو كيشرب للناس في السموم، وهز البنت نتاع بنت نتاع حد نتاع حد الام، استغل هاد الام وطلع البنت واش هذا راقي. وكيعرف الله سبحانه وتعالى اللي طلع البنت في لايف كتهضر وكتضرب في الام ديالها، واخد البنت بلا عقد بلا حتى شي حاجه، ومبلع عليها في داره ومارس معاها كما قالت هي مره، قالت لكم بعد ما دفعنا الملف باش غيتعقد العقد ديالها، يعني داها لا زواج ولا حتى شي حاجه. كما شفتوا الادويه كلها اللي كانت فوق الطبله، اللي كما شفتوا معنا الاخت فاطمه الزهراء اللي ما قدرتش تقربها النيف ديالها، علمت الله داك الشيء ما معقمش ولا الابره اللي قالت لك السيده، قالت لك مشات عند الطبيب وقال لها فيك الغاز، مصارنك من منفوخين بالغاز، وهي ماشيه عند الراقي عاطيها السموم وعاطيها ابره، لا معقمه لا طبيب لا حتى شي حاجه، ديريها في الرحم ديالك. هادي راه هذا راه الكونسير الله يستر بداته. النساء ما فاهماش انا كيفاش كتمشي غير عند فارماسي، يعني السيد اللي خدام في الفارماسي مختص وقاري وما كيعطيكش الدواء، شي ادويه اللي ما مسموحش بها من غير ما يعطيك لوغدونوس الطبيب. كيفاش تمشي عند راقي يعطيك يبرة المراه تضربها في الرحم ديالها؟ فهذا لا يعقل لا يعقل. كيما شفتوا معنا بحال داك الزفزافي، بحال الله اعلم ما كون ما غلطش في الاسم، الزفزافي ولا الزفز ما عرفتش، المهم الله اعلم الا سميتو الزفزافي، كيما راقي بركان اللي لقاه وضحك على عده نساء، هذا شخصيا هذا براسو هذا الراقي هذا اللي دار واحد اللايف مع فاطمه الزهراء شوف تي في هادي عام، وكيكذب داكشي اللي كان يتقال عليه. كنمشي واحد طلع فضحو باللي كيمشي مع النساء وكيضحك على العيالات، فهو كذب كلشي داكشي، وقال الله وقال الرسول، ها هو دار وضحك على بنت الناس وبعدها على والديها وحرشها على عائلتها وعلى خوتها اللي طلعت السيده. واش هذا كيعرف ربي؟ يقولوا لي واش هذا السيد راقي وكيعرف ما بينه وبين الله اللي مطلع سيده كتضرب في الام ديالها وكتقول الام ديالها فاسقه وكتصيفط خواتها يفسدوا وهادي وهادي، وكتشهد في الام ديالها بهذه الطريقه هادي. بعد ما فاقت قالت شربني وما نعرف شنو، من بعد ما فاقت وجر كمل بها وسالى بها ما عنده ما يدير بها، فجرى عليها وبلع عليها الباب. واش هذا انسان كيعرف الله؟ واش هذا راقي؟ ردوا عليا عفاكم في التعليقات وقولوا لي واش هذا بالنسبه لكم، واش هذا السيد راقي؟ يعني هذا الشيء خطير وخطير جدا اللي خصكم توعاو وتفيقوا به، راه ما كاين لا راقي ولا حتى شي حاجه. الراقي نتاع بصح اللي كيعرف ما بينه وبين الله، وقاري 60 حزب وما نعرفش شحال قاري وما نعرفش شحال كيخرج من سلكه في الشهر، راه كيرقي بالقران في سبيل الله، ما كيخرجش منه وما كيديرش هذه الادويه اللي شتوها معانا. هذا راه السموم، هذا راه ماشي الدواء، واعي عباد الله فيقوا. ها قال لك مشات عند الراقي قال لها ديري هاد الابرة باسكو كرشك معمره بالجنون، الله يسترنا ويحفظنا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هادو فكيستغلوا البنات او كيستغلوا النساء، كيمشيو عندهم كيديروا لهم واحد الميغطانيسي ولا كيفاش كيقولوا ليه، كيلعبوا فيهم كيكملوا بهم وكيلوحوهم كما لاح هاد البنت هادي اللي ما شنو خاص هذيك البنت لاحة، وكما شفتوا ما قدرش ترجع لدارهم بقات ضايعه مسكينه في الزنقه، هامله في الزنقه تاهي لاني كمل بها ما عنده ما يدير بها، لا عقد عليها لا حتى شي حاجه، مشى حط الدوسي ما عندك الشيء سطحيا كذوب عليها باش بروفيتا فيها وسال منها ولاح الشارع. واش هذا راقي؟ واش هذا فقيه؟ واش هذا كيعرف الله؟ نورمالمون الراقي كيكون قريب منه الله، ما كيظلمش ما كياديش. كيفاش خدا هاد البنت على والديها؟ لا عقد لا حتى شي حاجه، لا زواج لا فاتحه لا حتى شي حاجه، والحج ما شحال من حجه وطلعوا ناس قبل فضحوه وكذب داك الشيء معاه. شفتي فينيت هاي جات البنت اللي فضحاتو اليوم كما تفضح الزفزافي وكما تفضح راقي بركان وكما بزاف نتاع الرقاء اللي تفضحوا. دونك كنشوفوا الناس بزاف الناس قبل ما يمشيو للطبيب كيقول يمشي للراقي، فسيروا للطبيب
تبعوا دواء الطبيب مراقي، إلى لقيتوا إير راقي يعني إنسان متقي الله وقارئ القرآن وقرأ لكم القرآن ففيه الكفاية، وما داك الدواء قد داك التخربيق راه ما كاينش منه، راه داك الشيء ما قراه، منين جاب داك الشيء هذا الراقي باش يداويكم ويبيعوا لكم بالثمن. دونك هاد المواضيع ديالنا كيبقاو الى العبره وليس للفرجه، ونتمنى تكونوا خدتوا افاده من هذا الفيديو، ونقول لكم الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله يا ربي.